هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 22 من يوليو. كما عودناكم السمعية ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم للقاء الذي أجريناه مع السيد أوربان حامد نائب رئيس مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في العاصمة السويدية ستوكهولم. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرتنا للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الديون الإريترية في جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي. وزير الخارجية الألماني يدعو إلى إنقاذ اللاجئين في عرض البحر. ناشطون من قومية سيدام الإثيوبية يطالبون بإغليم خاص بهم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة أرينا. أكدت مصادر إذاعة أرينا بأن الديون والتي تبلغ قيمتها حوالي 6 ملايين دولار للخطوط الجوية الإثيوبية على الخطوط الجوية الإريترية، إضافة إلى تنشيط اتفاق تشغيل الموانئ والوضع في السودان، كانت على رأس أجندة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في زيارته يوم الخميس الماضي إلى أسمرة. وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية قد طالبت عبر القنوات الرسمية بأن تقوم الخطوط الجوية الإريترية بتسديد مستحقات مشتريات وخدمات لصالحها، ولكن الخطوط الجوية الإريترية تعسرت في تسديد الدين. وتزامن ذلك مع مطالب في وزارة الخارجية الإثيوبية بتنشيط اتفاق تشغيل الموانئ، إضافة إلى إعادة فتح الحدود. وتركزت المباحثات الثنائية كذلك على الوضع في السودان، خاصة وأن موقفي البلدين متناقض، فبينما تتوسط إثيوبيا بين الفرقاء في السودان، تصر إريتريا على دعم المجلس العسكري الانتقالي في توافق مع كل من مصر والأمارات والسعودية. طلب وزير الخارجية الألماني هيكو ماس من الدول الغربية تكوين تحالف من الدول التي ترغب في إنقاذ اللاجئين في عرض البحر. ونقلت إذاعة دويتشي فيلا عن صحيفة سويد دويتشي زايتونغ عن الوزير الألماني قوله بأن الأوان قد آن للدول الراقبة في إنقاذ المهاجرين من أن تتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح عبر تكوين تحالف يسمح بعمليات إنقاذ واسعة ومتطورة. جاء تصريح الوزير الألماني على خلفية إعلان إيطاليا بأنها سوف تعاقب السفن التابعة للمنظمات الإنسانية والتي تقوم بإنقاذ المهاجرين وجلبهم إلى البر الإيطالي. وكانت إيطاليا قد حددت غرامات على السفن التي تجلب إليها مهاجرين من عرض البحر. طلب ناشطون من قومية سيدام الإثيوبية الجنوبية بتأسيس إقليم خاص بهم في تحدي للحكومة المركزية في أديس أبابا. وذكر موقع أفريكا نيوز الإخباري بأن الناشطين اجتمعوا في أكبر المدن الجنوبية واسمها هاواسا، وطالبوا بتأسيس الإقليم وأن تكون هذه المدينة عاصمة له. وقومية سيدام الإثيوبية تشكل 5% من عدد السكان، وهي أقل عددا من قومية التجراي الشمالية. وكانت مفوضية الانتخابات الإثيوبية قد طالبت الناشطين بإرجاء تكوين الإقليم لحين الانتهاء من الانتخابات المقبلة، حيث وعدت بأن يكون هناك استفتاء من أجل تكوين هذا الإقليم. ويشعر أبناء سيدام بأنهم مهمشين داخل إثيوبيا، وأن تكوين إقليم خاص بهم قد يضمن حقوقهم القومية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرينا. الديون الإريترية في جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي. وزير الخارجية الألماني يدعو إلى إنقاذ اللاجئين في عرض البحر. ناشطون من قومية سيدام الإثيوبية يطالبون بإقليم خاص بهم.
استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. كما عودناكم دوما أن برنامجكم يتناول الأحداث المهمة على مستوى إريتريا وعلى مستوى منطقة القرن الأفريقي وعلى المستوى الدولي. في الأسبوع الماضي تناولنا قضية عدم عضوية إريتريا في منظمة التجارة الأفريقية التي عقدت مؤخرا أو تأسست مؤخرا في جمهورية النيجر، وغابت عنها إريتريا وبنين. اليوم نقدم لكم شيء مختلف، يعني هذه مقابلة نجريها مع الأستاذ أربان حامد، وهو نائب رئيس مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في العاصمة السويدية ستوكهولم. نجري معه هذا اللقاء في أثناء زيارة إلى باريس وفي مكاتب إذاعة إرينا، لنفهم منه أهداف الزيارة وعمله داخل المنظمة، ونتناول بعد ذلك أوضاع الصحافة في إريتريا وبالتركيز على حالة الصحفي الإريتري أو السويدي من أصل إريتري داويت إساق المسجون في إريتريا حتى الآن، ولا يعرف مكان سجنه أو حالته. ثم نتطرق إلى مواضيع أخرى، فأبقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. في البداية نرحب بك يا أستاذ أربان حامد في زيارتك إلى باريس. في البداية هل ممكن تعرفنا عن نفسك؟ نعم طبعا. أول شيء أنا مبسوط كثير على هذا الفرصة، أول شيء عشان أزور راديو أرينا، وطبعا ثانيا أنه عندي فرصة عشان أتكلم معك. شكرا لك أستاذ حامد. يعني أنت تعمل في منظمة مراسلون بلا حدود. بالنسبة للمستمعين، مراسلون بلا حدود هي منظمة دولية تأسست سنة 85، وهي منظمة تهتم بالدفاع عن حرية الصحافة في العالم. مقرها الأساسي هو في باريس فرنسا، ولكن لديها مكاتب في ستوكهولم ولندن وواشنطن ودول أخرى، وهي أيضا عضو مراقب في الأمم المتحدة. الآن هل تذكر لنا يعني تفاصيل عملك داخل المنظمة؟ يعني كيف دخلت إلى المنظمة، وما هي المهام التي تقوم بها في السويد؟ ثانيا يعني ما هي أسباب زيارتك إلى باريس وإلى إذاعة إرينا بالضبط؟ نعم. أولا أنا صحفي، يعني من لازم أفكر، من 2002 بشكل يعني دائم. وطبعا هذا هو الجسر إلى المنظمة المراسلون بلا حدود، إنه لأني أشغل يعني في الشرق الأوسط، وطبعا الوضع مع الصحفيين في الشرق الأوسط صعب جدا، يعني صعب جدا، وطبعا هذا سبب أنا بهتم في هذا الموضوع. يعني وأنا طبعا لازم أفكر شوي، أنا بدأت يعني في ستوكهولم في قبل 7 سنوات، ومنذ سنة ونص أنا فايس بريزيدنت مراسلون بلا حدود في ستوكهولم. وأنا أساساً مسؤول عن الأمن، معناته إنه
إذا الأسئلة الأمنية يعني مثلا شنو أقول لك يعني عن ممكن الحماية الحماية نعم. والأفكار يعني المتعلقة بالحماية وثانيا أنا كنت لأني أحيانا أنا ساكن في عفوا بشكل عام أنا ساكن في ستوكهولم بس منذ نص سنة أنا ساكن في ثانية مدينة ثانية اسمها جوتبوري هذا مدينة هذه المدينة مهمة لأني كانت مدينة التي كانت حيث كان داويد إساك مقيم بيها ومن لازم أفكر من 2002 عندنا شخص من المنظمة الذي يعني يركز في الموضوع داويد إساك وهذا شخص هو صحفي سويدي اسمه بيورن تونبيك ولأنه هو ساكن في نعم. فقررنا أنه المسكين يعني هو كل الناس يعني في شو اسمه إدارة لا في كوميتي في الجالية نعم في ستوكهولم نعم. فهو الوحيد في يوتيوب كنا نفكر ممكن نستفيد من من وجوده متأسف لازم أفكر شوية في اللغة وهذا سبب يعني أنا بدأت يعني أشتغل في نفس قضايا مع زميلي هذا السبب هذه إذاعة إرنا المستمعين والمستمعات الأفاضل لازلتم تستمعون إلى اللقاء الذي نجريه مع السيد أربان حامد نائب مدير مكتب مراسلون بلا حدود في العاصمة السويدية ستوكهولم ممتاز نحن طبعا نقدر جدا أنك تتحدث باللغة العربية معنا يعني كان ممكن نجلس ونتكلم بالإنجليزية ولكن يعني حاولنا لتلبية رغبة المستمعين أن نقدم لهم المقابلة بالعربي والآن يعني ما شاء الله يعني أنت لغتك العربية جيدة وفهمنا من الآن أنك يعني تقيم الآن في يوتيوبوري اللي هي ثاني أكبر مدينة في السويد وهذه المدينة كما نعرف يعني هي المدينة التي كان يعمل فيها أو كان يعيش فيها الصحفي الإريتري المعتقل منذ عام 2001 داويد إساك داويد إساك يعني لا نعرف مكانه الآن في إريتريا ولكن يعني أنتم الآن كمنظمة وكيف تتابعون موضوع داويد إساك ما هو موقف الحكومات السويدية التي يعني تأتي وتذهب في الانتخابات يعني ما هو الجديد في موضوع داويد إساك والله مع الأسف ليس هناك أي شيء جديد في قضايا داويد إساك نحن دائما على تواصل مع الحكومة خاصة وزيرة الخارجية في ستوكهولم في السويد ونحاول يعني نسألهم يعني هل في هناك تقدم ونسألهم يعني أنتوا كحكومة ماذا تقيم بأي نوع من الشغل من أي نوع من ضغط تقيموا أنتوا بسبب داويد إساك والمشكلة ما في جواب دقيق يعني شخصيا أنا أعتقد إنه
هذا سؤال، هذه مسائل يعني مثيرة لجدول، يعني مثيرة للجدل، جدل عفوا جدل. نعم. ولهذا تتجنب الحكومة تتجنب الحكومة محاولة الإجابة يعني. مع الأسف و عندنا حكومة جديدة، ولكن مع الأسف شخصيا أنا فعلا يعني مستاء، يعني متضايق. متضايق نعم. لأنه أنا ما أرى أي تقدم، ما أرى أي ضغط يعني. نعم، هو مؤسف أن يكون هناك يعني مواطن للبلد يعني في معتقل في دولة يعني ديكتاتورية، ولا يوجد ضغط كافي يعني دبلوماسي ودولي من أجل إطلاق سراحه، وإطلاق ليس سراحه فقط يعني، حتى أنت الآن تهتم بأوضاع الصحفيين في الشرق الأوسط، لكن يعني هذا أيضا من ضمن المنطقة مثلا، أنه ممارسة الصحافة في هذه الدول خطر يعني على الحياة، والدليل ذلك ما موجود في إريتريا. إذا كان الحكومة السويدية لا تفعل شيء، من هو الذي يفعل شيء؟ هل المراسلون بلا حدود، أو هل هناك منظمات إنسانية في السويد، أو هل هناك في جالية إريترية، أو هناك أصدقاء لداويت إساق من يعملون في هذا المجال؟ يعني نحن نعرف أن الحكومة السويدية للأسف دورها ليس يعني ليس قويا ما فيه الكفاية يعني، لكن هل هناك منظمات أخرى تقوم بهذا الدور؟ طبعا من ممكن 15 سنة ممكن أكثر، في تعاون بين طبعا أول شيء طبعا بين المراسلون بلا حدود مع أمنستي، مع منظمة العفو الدولية، مع Human Rights Watch، مع PEN International. وفي هناك تعاون مع بعض الجرائد في بالسويد. يعني مثل كل شهر واحد يمثل هذا المجموعة يذهب إلى السفارة الإريترية في ستوكهولم لكي يقدم رسالة من نفس يعني، والرسالة عندنا نفس رسالة يعني إنه نريد إنه نعم. هذا شيء. وعندنا يعني حملة، عندنا يعني عندنا محاضرات قبل اسم فكر يعني في شهر الرابع كان هناك زيارة آرون، شو اسمه هذا هو رئيس تحرير في الجريدة ستير عفوا. آرون من كندا، هو من كندا. أيوة هو آرون، لا أذكر اسمه ولا كان جاي للسويد. وهو كان يعني مرة أولا في أول شيء في ستوكهولم إلقى ندوة. وكان موجود يعني سياسيين، كان موجود صحفيين، وكنا نتحدث في هذا الموضوع يعني. أعتقد إنه هذا كانت مناسبة جيدة لكي الناس بشكل عام يعني يسمعوا للموضوع يعني، لأنه زي أنت ذكرت يعني في البداية داويت إساك هو يعني هو أساس أصله
أصليا هو من إريتريا بس حصل على الجنسية السويدية. وبفتكر إنه هذا مع الأسف يعني بصعوبة بالنسبة للسويديين إنه في ناس يعقدوا يفكر إنه هو ليست سويدي 100%. يعني هذا مؤسف طبعا. نعم. يعني بعض الناس يعني يظن يعني ممكن لأسباب تتعلق بعنصرية أو تتعلق بأي سبب آخر أن هذا الشخص يعني ليس سويدي 100% من أجل أن تتعب الحكومة من أجل أن تخرجه يعني من هذا طبعا شيء مؤسف. يعني وطبعا في هناك يعني صعوبة ثانية إنه هو ما كان يكتب في بالسويدي يعني بشكل عام الناس يعني غير معروف لدى السويديين يعني نعم. ولكن عن طريق يعني آرون وهذا الندوة بفتكر إنه ممكن كان هناك جسر من بين ال شو اسمه بين الناس وبين قضايا داوية إيساك يعني حصل هناك ربط يعني إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل لازلتم تستمعون إلى اللقاء الذي نجريه مع السيد أربان حامد نائب مدير مكتب مراسلون بلا حدود في العاصمة السويدية ستوكهولم. هذا جيد. أوكي يعني نحن الآن يعني عندما نتحدث عن الحكومة السويدية كمان يعني هناك جهة تنفيذية الحكومة ورئيس الوزراء لكن هناك برلمان في السويد. يعني ما هو موقف البرلمان؟ على الأقل البرلمان ممكن فترته تكون أطول لأنه بعض النواب يعني يعاد انتخابهم فيظلوا لمدة طويلة في البرلمان. هل يعني قدرتم يعني أنتم كمنظمات أن تضعوا قضية داوود إيساك يعني مش في الحكومة ولكن داخل البرلمان؟ نعم يعني خلال زيارة آرون كانت هناك يعني شو اسمه علاقات وكانت زيارة في البرلمان. يعني فأنا أعتقد إنه بشكل عام ال شو اسمه الناس في البرلمان هم يهتموا في الموضوع في قضايا داوود إيساك. ولكن المشكله انه صار يعني صاروا عفوا تس سكيدز تس 19 سنة يعني في السجن معنات إنه في هناك ناس اللي غيرت يعني وممكن يفكر إنه ما في أي حل ما في أي أمل يعني مع الأسف ولكن معنات إنه إحنا كمنظمة عندنا دور مهم لكي يصرحوا هذا الموضوع يعني هذه القضايا يعني قضية يعني القضية عفوا نعم إنه لكي الناس يعرفوا عنه يعني نعم هذا أنا أفهم يعني أول القضية أخذت وقت طويل الآن الذي يعني مثلا الطفل الذي كان في 2001 صغير الآن عمره 18 سنة ولا يعرف داوود إيساك يعني والسياسي الذي كان في البرلمان قبل 10 سنة الآن يكون يعني تغير يعني هذا التغيرات طبعا يعني أنا أفهم أنها يعني تسبب القضية يعني تكون غير معروفة يعني لأنه الوقت طول عليها ولكن هي في الأخير قضية إنسانية وقضية ضمير. الآن يعني أنت تعيش في السويد والسويد يعني فيها جالية إريترية كبيرة يعني بالذات المدينة ستوكهولم ويوتبوري مثلا
كيف تنظر إلى الإريتريين هناك يعني عامة؟ يعني هناك مشكلة في أنه الإريتريين اللي موجودين في السويد جزء منهم يعني له علاقات بالسفارة ويدفع الضرائب ويقوي الحكومة من ناحية مالية يعني، وهذا يعني الإريتريين يعني يعانون تحت الحكومة، فكيف يعني كيف ترون هذه المسألة وكيف يعني ممكن أن يكون لها حل؟ يعني كما ذكرت أنت في طرفين، يعني في إريتريين ضد الحكومة وفي إريتريين مع الحكومة، طبعا هذا مشكلة يعني، لأنه السويد يعني كبلد محايد يعني طبعا، والحكومة كذلك محايدة يعني، ولكن بالنسبة لقضايا داويت إساك برأيي شخصيا ليس هناك مجال لكي واحد يكون محايد، لازم ندفع على حريته على حياته، وطبعا على حرية الإعلام والصحافة. نعم. فطبعا هذا نقطة مهمة. ثانيا أنا كصحفي يعني وك عضو في المراسلون بلا حدود، أنا أعتقد أنه أنا عندي يعني ذنبي كبير يعني، بسبب أنه الناس بشكل عام لا عندهم معلومات في هذه عن هذا القضايا، فعندنا دور مهم لكي الناس يفهموا ويعرفوا عنه يعني. أنا نعم. طبعا هو يعني كما ذكرت أنت يعني مشكلته هو مشكلة غياب الحرية والصحافة في إريتريا، وهو الآن من ضمن يعني 15 شخص اختفوا ولا نعرف مكانهم يعني، ولمكن وضعه هو خاص لأنه هو يحمل جنسية أجنبية، ولكن البقية يعني كانوا يعني يعيشون في إريتريا ولم يكن لديهم ولكن ونحن بمناسبة أنه هو يعني مركز النقاش ومركز نحن أيضا نذكر بالبقية يعني، البقية أيضا يستحقون نفس الشيء، الحقوق لهم الحق يعني في أن يخرجوا وأن يعيشوا مع زوجاتهم وأسرهم وأن يكون لهم كمان يعني الحق في ممارسة العمل، لكن يعني نحن ننظر إلى قضية داويت وأصدقائه كلهم بنفس المعيار أنهم كلهم يعني ضحية لنظام مستبد يعني. نحن نبذل يعني في إذاعة إرينا مجهود أيضا دائما للتعريف بكل الصحفيين المسجونين في إريتريا وقضيتهم، وهذا اللقاء معك يعني هو مناسبة أيضا حتى نتحدث في حرية الصحافة في إريتريا وحرية الإعلام وحرية الصحفيين يعني، لأنه كما قلت أنه الشرق الأوسط وإريتريا ليست استثناء يعني، وضع الصحفيين يعني صعب لأنه هو وضع يعني يهدد الحياة، ولكن الآن نسألك يعني أنت زرت باريس وجئت إلى إذاعة إرينا، فماذا كان الهدف من الزيارة؟ أول شيء السبب أنا موجود في باريس هو إنه أنا حصلت على منحة من نقابة الصحفيين بالسويد. نقابة الصحفيين السويدية. نعم. والهدف مع هذه الزيارة إنه أول شيء أريد أن أعرف يعني كيف تعمل المنظمة يعني في باريس، عشان مقر المنظمة هي في باريس، معناته إنه
هذا زي ال شو اسمه ال الحب ال نعم نعم هذا القلب يعني نعم القلب إيه نعم نعم إيه نعم. و لأنه في بس أنا أقيم بالسويد وطبعا المسافة بين باريس وستوكهولم بعيدة يعني ولذلك صعب إنه أفهم يعني كيف تشتغل المنظمة كيف تعمل المنظمة في باريس. فهذا هذا هو الهدف إنه بعد هذه الزيارة أنا أخذ معلومات أكثر عن الـ عن الـ عن الشغل ومعنات إنه وكذلك عن الـ عن مهمة هذا الشغل يعني. وبالسويد من سنتين أنا عندي مهمة عندي دور يعني مهم في ستوكهولم في السويد إنه أنا أروح أو أزور بعض ال شو اسمه الجامعات التي توفر تعليم صحافة نعم. وبعد هذه الزيارة أتمنى إنه حتكون أسهل عشان أشرح للناس هذا هو هذه هي المنظمة المراسلين بلا الحدود هذا نعم ممتاز. هذه إذاعة إرينا. في الأخير نحن نشكرك يعني لهذه المقابلة ونشكرك للوقت الذي أعطيته لنا في إذاعة إرينا. لا شكر واجب شكرا. هذه إذاعة إرينا. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.